مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم. ضيوفي النائب والوزير السابق مروان عمادي، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان، والنائب السابق رامي فانج، أهلا وسهلا فيكم أستاذ مروان. لو سمح بدي بلش معك من الزيارة القبرصية، رئيس المسؤول الأوروبي إلى الرئيس نجيب ميقاتي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، والوعد بدفع مليار دولار للبنان على مدى 3 سنوات لمعالجة قضية النازحين السوريين أو لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر بحر لبنان باتجاه أوروبا. يعني هو بدي حيي زميلي بالحلقة، وأمام بحر الشهداء في لبنان في شهيد للعمليات السياسية هو رامي. تحية لك. من جهة بأسف ما يكون معنا، ومن جهة بهنيه، لأنه يعني ما ظهر من المجلس النيابي حتى الآن لم يكن لا بقدر طموحاتنا ولا الطموحات أكيد اللي كانت مخزونة عندك. فأنت شكرا. أستاذ أنا بتشكر، نعتز بصداقتك يا سيدنا. حتى نعطي هذه الزيارة حقها وبنفس الوقت نعرف شو ناخد عليها، لأنه الرئيس القبرصي خريستوليدس سماها زيارة مفصلية وتاريخية للبنان. الواحد بيعتقد لما بيشوفهم طلوا علينا مع الرئيس ميقاتي أنه انحلت قصة النازحين. الأمر ليس هكذا. الأمر كتر خير أوروبا اللي خصصت، بس بدنا نحدد على 3 سنين من 24 ل 27، مليار يورو، يعني مليار وسبعين ألف دولار، بس لأمور متعددة جدا، فيها الصحة، فيها التعليم، فيها الوضع الاجتماعي، فيها الجيش وقوى الأمن تدريبا وعتادا، ما في معاشات لحدا، فيها إصلاح إداري، وفيها كلام عن الإصلاح المالي والمصرف. هودي كلهم مليار؟ هيدا أولا الإصلاح المالي والاقتصادي، تنقول فورا للمودعين وللمصارف إنه هودي مش جاي ولا جزء منهم إلا يمكن للمقاربات اللي بتسهل تحضير الدراسات والمناقشات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الأوروبي، مش أكتر من هيك. مش جاي مليار للتعويض على بعض المودعين، هذا غير وارد. هلأ كتر خيرهم على المليار، بس أنا بالوقت نفسه بقدر أقول أنه ما كان في شيء واضح عن موضوع العودة ومراحلها. في طبعا كلام جيد وطيب، وكلام بنظري يسبق مؤتمر بروكسل. يعني المليار دولار هو حتى وقع المليارين أو الثلاثة أو السبعة أو الثمانية اللي بيروح على تركيا والأردن ولبنان للنازحين ما يكون وقع على البيئة الحاضنة، يعني على اللبنانيين أنه تفضلوا هن عم بيقبضوا ونحن ما حدا نسأل عنا، لأنه كل سنة عم بيصير في عقدة تجاه هذا الأمر عند اللبنانيين عند أهلنا، وعم بيصير في شكوك أنه هيدا لإبقاءهم هون. فهذا المليار أفشك أخذوا سلفي الرئيس ميقاتي قبل امتحان بروكسل لنرى بامتحان بروكسل إذا الكلام عن العودة ومراحلها واعتبار المناطق الآمنة اللي مش واضح أبدا عند الأوروبيين، وحتى عند معظمهم ما بيعتبروا في مناطق آمنة بعد أو تسمى آمنة، بدها تدقيق أكتر. وبتعرف شكوكهم بكل موضوع النظام السوري، خصوصا في يعني من خلال عدم تطبيق القرار الأممي 2254، رغم بعض التقارب العربي مع النظام، هذا التقارب بعده محدود. وفي كلام عن التهريب، يعني دعم مكافحة التهريب. انت فيك تفكر انه تهريب الأشخاص إلى أوروبا،
هذا يمكن بذاته أكيد المساهمة باستقرار الأوضاع بلبنان بيسهل بهالشيء. بس هو كل أنواع التهريب اللي هي تحت حجة تهريب السلاح، تهريب البشر، المخدرات، انتقلت للبشر وصار البشر يعني هو أقل الأهوال، مع أنه هو الوقع الديمغرافي والسياسي والأمني والاقتصادي كبير كتير. فمثل ما عم بقول شكراً لأوروبا، اليوم طلع شكر لإيران من كتلة المقاومة، ما بعرف عشو، يمكن على التشجيع على الحرب من أجل إيران في غزة، مش أكثر من هيك. يعني كان أحد المراسلات يمكن بالميادين عم تقول إنه السفارة الأمريكية الإيرانية بدأت بدفع تعويضات إلى في تعويضات عم تدفع، صحيح في تعويضات عم تدفع بالجنوب، ما بعرف شو مصدرها، ربما مصدرها إيراني، تعويضات بالدولار للي فقد بيته، للي عنده شهيد، للي عنده جريح، وكمان للإيواء ولل التغذية، في يعني بحدود معينة. لسنا في العام 2006 وأمام هذا التدفق المال العربي والإيراني كمان، بس العربي بالدرجة الأولى، ما وصلنا لهذه بعد. أستاذ رامي، دكتور رامي، ووجه لك تحية أكيد. إن شاء الله مسارنا مكمل وبنحني قدامه لمعالي، لأنه هو شهيد الحي اللي كمان هو بالأول اللي كان عم يكافح ويناضل ليكون في سيادة للبنان وليكون اللبناني اللي بيجمعنا كلياتنا. صحيح. أستاذ رامي، يعني شكرا أوروبا، لكن أوروبا بهون القراءة لك هي التي تشجع النزوح السوري في لبنان باعتبار أن لا تحبز أو لا تدعم أو لا تريد إعادة هؤلاء إلا عندما يستتب الأمن كاملا، وعندما يتم التطبيع يمكن الأوروبي والعربي كاملا مع النظام السوري. نعم، المعطيات اللي بتخلينا دائما نشوف كيف عم يقروها من ناحية أوروبا أو من ناحية المفروض البعثات الخارجية، إن كانت بعثات أممية إنسانية أو غيرها، بتخلينا دائما يكون في عنا شكوك بعدم فهم للواقع العربي واللبناني والسوري والشرق الأوسطي والنزوع السوري خاصة، وخاصة لما نشوف بعض الطروحات اللي بيقول بدنا نحن نوصف النزوح هو نزوح اقتصادي مش نزوح إنساني أو أمني. فهون بعض المعطيات اللي بتخلينا نضيع البوصلة بطرح الموضوع اللي هو بالدرجة الأولى أمني سياسي اللي موجود عنا وبيأثر على الداخل اللبناني وعلى المحيط بالشرق الأوسط. فهالتوصيف هيدا دائما يمكن بيخدنا بمحلات بيحطنا بمأزق كتير كبير، ودائما الهيئات الأممية الإنسانية تحديدا عم تخلينا تحط علامات استفهام كتير على مستقبل يمكن منه كتير بيبشر بالخير. طيب هيدي هالمليار دولار على 3 سنوات هيدي شو برأيك؟ بصراحة أصلا ما شفنا التفاصيل لألا، ولكن نحن بالتجارب اللي مرقت كانت السلوفات اللي عم تجي للدولة اللبنانية وخاصة بفترة الكورونا اللي توظفت بعدة محلات، ودائما كان في ما في ترشيد فعلي للإدارة وعم يحطنا قدام المؤسسات الدولية المالية خاصة بالتشكيك بعدم القدرة على صرفها. مشان هيك نحن بوضع سياسي إداري داخلي بخلينا كمان نكون غير مستعدين لحتى نكون في الاستيعاب لهالأموال اللي توظف في محل استمرار السلطة اللي هي عم بعض كل شيء فيه موجود. أستاذ مروان كمان لهذا. أستاذ فادي، يمكن في تعليقا على رامي، في موضوع شكلي هو إنه هاي أول مرة ممكن إنه تعطى المساعدات للدولة اللبنانية، يعني الوعد هو للدولة وما نجاب سيرة الهيئات الأهلية أو الـ NGOs. طبعاً في مواضيع يمكن أكيد بمرق الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته وعبر بعض مؤسسات الأمم المتحدة، شيء بيتعلق
المساعدات الاجتماعية، الطب عبر منظمة الصحة العالمية، موضوع التعليم. في دول أوروبا عندها عدة منظمات أو هيئات تعمل تحت جناح وزارة التربية، ولكن هي تدير هذا الأمر. هكذا كان الأمر سابقا. هلأ للجيش عتاد وتدريب، هذا بده يجي دغري للجيش، وما في شكوك بهذا الأمر. بالباقي مثل ما قال استاذ رامي، بدنا ننطر تفاصيل أكثر على توزيع المليار اللي بيصيروا 300 بالسنة، ممكن يصيروا أقل إذا 27 سنة 27 بما ضمنه 27، يعني بتصفي على 4 سنين، بتصور لا 3 سنين 330 مليون يورو. والمهم كمان يوصلوا إلى المكان الصحيح عبر المعابر الصحيحة والتوزيع الصحيح. يعني هناك في هون يعني في شكوك إنه لا، يعني ما دائما يعني بيصير ما نشكك مسبقا ونقول للي عم بيجوا يعرضوا على لبنان شيء إنه لا، التجربة الجديدة راح تكون مثل السابقة وأسوأ وكذا وإلى آخره. في تجارب مساعدات للبنان اجت محلها وعمرت لبنان، ويعني لبنان ما طلع من الحرب. لكن هون استاذ مروان ما تخزن، هون ثمن سكوت لبنان عن النازحين السوريين بألف أو بمليار دولار. اليوم نحن في عنا مليونين وثمانمائة ألف بحسب الإحصاءات اللي الكل عم يحكي فيها. اعتبر مليونين، عم نزيدهم. اعتبر مليونين، أدي بدك مليون ونص كم؟ أهم شيء أستاذ جهاد، أهم شيء زميلي وحبيبي رامي، هو الإحصاء ثم الإحصاء ثم الإحصاء، ومن ثم التصنيف ثم التصنيف ثم التصنيف. لأنه في سوريين أنت بحاجة ماسة لهم 500 ألف، ما فيك تشتغل، ما فيك تلم بمزارعك بدونهم، ما فيك تعمر بناية من زمان وجاي. في سوريين عم بيشتغلوا بالعديد، أنت شوف الضحايا مثلا، هذا المطعم اللي احترق، كم لبناني فيه كم سوري؟ معناته اللبنانيين عم بيشغلوا سوريين بأعمال صعبة وخطرة. ويعني القصة كمان المسؤولية تقع على ماذا نفعل نحن بهذه الجمهرة الموجودة. إذا بينا أنه نحن مستقتلين ما فينا نستغنى عن حدا، ما بينقصوا بيزيدوا. وفعلا بعد النزوح السياسي الأمني اللي سببه بشار الأسد ومجازره بحلب بالقصير بالمناطق الشرقية بالقريبة وكذا، لحقوا من سنة ونص سنتين هجرة اقتصادية بحت. والمضحك المبكي فيها أنه تصادفت وتلازمت مع وقف الدعم في لبنان، لأن وقف الدعم بلبنان كان جزء منه حاطت إيده عليه ويستفيد منه نظام بشار الأسد، وبيغطي فيه الدعم للبترول وللخبز. لما انكشفت الأمور وقف هذا الدعم، وقف تهريب المال نسبيا، بيّن أنه الليرة سقطت أكثر، المخزون السوري بكل المواد خف، ولاحظنا بالمسار السياسي وبالتحرك السياسي للنظام السوري شيء من الهدوء الذي يؤخذ عليه من كثير من القوميين العرب والإسلاميين المتشددين ومن أنصار يعني الشعب الفلسطيني، أنه طيب بكل هالعملية اللي صايرة انطلاقا من غزة، نعرف أنه بينه وبين حماس ما في محبة بالأساس. حماس كانت يمكن من القوى الأساسية اللي بغوطت دمشق، هي صارت وهي انضربت، وخصوصا
بمخيم اليرموك. فبعدين تصالحوا بس مصالحة يعني هيك نسبية شكلية. تلاحظ الجبهة الوحيدة اللي بيستغلها الغير يمكن الإيراني، حزب الله، بعض التنظيمات العراقية، بس مش النظام السوري، في الجبهة السورية. وهذا شيء غريب يعني. لبنان البلد الهادئ المساند مبدئيا حسب كل اللغة العربية والالتزامات العربية، صار هو الجهة الساخنة إلى جانب غزة، والباقي كله رح نحكي عن مصر هيدي. أردن صحيح. سوريا وليش. رح نحكي عن هيدي، بس حضرتك قلت شغلة أساسية جدا بالعودة إلى الدعم وإلغاء الدعم، يعني الدعم الذي اتخذته الدولة اللبنانية من رأسها لكل عناصرها، إبان الأزمة خدم في المقلب الأول اقتصاد النظام السوري وليس خدمت المواطنين ثلاث أطراف اللبنانيين ثلاث أطراف. ونحن كان لنا اقتراح قانون بالمجلس انطلاقا من ذلك، الناس ما فهمته منيح أنه نحن بدنا نحط إيدنا على كل التجار وعلى كل الكلام، لا، بس في النظام السوري بالدرجة الأولى بعض التجار والصيار فيه بالدرجة الثانية، ثالثا المواطنين. ما فينا نقول المواطنين لما ضلوا يشتروا البنزين بأقل من ثمنه وكذا، لا يعني، بس كانوا عم يخسروا ودايعهم يعني، هودي من أموالهم حتى اللي ما عنده ودايع كان يعني عم بيستفيد منها، بس بالنتيجة خسر ودايعه، نص الدعم راح لغير محل، وتسبب ذلك بزيادة لما توقف بزيادة الهجرة الاقتصادية، وفي مئات الألوف دخلوا، ما كنا بالمليونين ومئتين ومليونين وخمسمائة بالأرقام، يعني هجرة اقتصادية أكثر مما هي هجرة سياسية عسكرية اقتصادية، وهذا اللي بيفسر الأليروتور اللي صاير على الحدود، وطبعا البورتور اللي عم بيصير تيبرقوا عبر المعابر بطرابلس. يعني قد تكون طرابلس، ما بدي أحكي كثير نازحين، بس لأن السيرة منفتحت، قد تكون إحدى يعني المراكز يلي متضررة أكثر فأكثر من الوجود السوري، فينا نقول غير هيك أو لا؟ طرابلس هي دائما كانت الواجهة الأساسية باستقبال النازحين السوريين، واللي عم يأثر على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. صحيح. طرابلس والشمال اللبناني، يعني فينا نعتبرها بهالمحافظة كلياتها، يلي بتصور هلأ حتى عم تنحط بامتحانات كتير خطيرة إذا ما كان في تدارك فعلا من المسؤولين السياسيين والأمنيين، ويكون في عنا وعي كامل، لأنه بتصور اللي موجود بشكل علينا كتير خطر لبنانيا وطرابلسيا. طيب اليوم الحكومة اللبنانية بتعتبروها عند القدرة، عند الإرادة أن تضع حدا أو تنظم على الأقل الوجود السوري في لبنان؟ والله ما بعرف، إذا أنا بدي أحكي من منطلق طرابلسي بحت، بلاقي في بعض القوى الأمنية عم تعمل جهد كتير كبير لضبط بعض الأمور اللي موجودة. هيدا بالأمن، لكن بالسياسة شو؟ بالأمن والسياسة، ولكن أنا بتصور حتى القوى الأمنية الطرابلسية اللبنانية طرابلسيا ما قادرة توقف محارق دويليب الكاوتشوك، فهيدا المنطلق اللي فيها. يعني إذا في عنا حريق أكبر بيشمل الوضع الأمني والاجتماعي اللي موجود عنا، منهم قادرين يضبطوها أطلاقا هالشيء. أنا عندي كتير شكوك أنه الحكومة والسلطات اللي موجودة أنه قادرة تضبط هالوضع الأمني، لأنه عم نشوف على الأرض وجود سوري وغير سوري، يعني في عم يكون في عنا وجود عم يجي كتير غريب على المناطق، لازم نصارح بعضنا لأنه في عنا كتير خطر. أنا يمكن نقوص خطر، لأنه اللي عم نشوفه بالشمال اللبناني مقلق جدا. يعني مسؤولية مين هذا الخطر؟ خلينا نحط الأمور بنصابة والأصبع على الجرح. عم تقول في خطر كبير قد ينفجر في طرابلس والشمال، مسؤولية مين ونتيجة شو؟
مسؤولية تفريغ الدولة من كل مكوناتها، ابتداء من عدم وجود رئيس للجمهورية إلى الانتخابات البلدية إلى كل المرافق الحيوية اللي هي بحالة تأجيل وفراغ وعدم وجود أي شيء. يعني حتى لعنا قضاء في بكل لبنان كلياته، في عنا 570 قاضي عم يشتغلوا أكتريتهم بالإنابة، يعني ما في عنا ولا مؤسسة عم تشتغل فيها، ولا في عنا بلدية عم تشتغل. نفتح 100,000 ملف، هدول المسؤولين في تغييب للدولة اللي هن ما عم يقدروا يقوموا بمهامهم أو ما بدهم يقوموا بمهامهم أو عم يأجلوا ما قبل السقوط الكبير. أستاذ مروان، تغييب للدولة ممنهج برأيك أم نتيجة تراكمات؟ لا، في اثنين، بس بالأساس ممنهج. 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 خصوصا بالسنوات اللي تلت الانسحاب السوري، واللي كل المشروع اللي حل محل سوريا في لبنان والوصاية السورية في لبنان هو مشروع إقامة البديل، البديل المنتمي إلى نفس الخط السياسي اللي كان يعني نظام بشار الأسد أكثر منه، أكثر من نظام حافظ الأسد. حافظ الأسد كان محافظ على شوية هيبة لسوريا، بعدين بهدلت على أيام بشار. بنفس الخط صفى هو أحدى الأدوات في هذا الهلال اللي قررت طهران والحرس الثوري والقيادة الإيرانية أنه تنشئوا في الشرق الأوسط مستهدفة العراق. وهون طبعا كانت أمريكا ساعدتهم مساعدة يا لطيف، فتحت لهم أبواب العراق. سوريا اللي للأسف سوريا حتى حزب البعث اللي كان حزب يقال عنه علماني بنشأته أيام ميشيل عفلق وأكرم الحوراني وغيره، صار حزب مذهبي للأسف، فساعدت بتمذهب النظام بدل ما يكون النظام نظام كل الطوائف السورية اللي هي يعني كنا نسمي دمشق قلب العروبة النابض. نتطلع إلى دمشق. طرابلس تنجي لهالموضوع لأنه إلى ارتباط كتير. بدي أذكر بحادثة صغيرة صارت معي بمحل كنت قاعد فيه بباريس مع مفتي طرابلس السابق شعار. فبيفوت علينا، بده يكون بده يتبضع شيء، بيفوت علينا العماد مصطفى طلاس بعد ما أبعد، باللي أهلا بهار الوزير كيفك؟ قلت له منيح سيادة العماد. طلع بالمفتي، قلت له هذا مفتي طرابلس شيخ شعار. قال له مفتي طرابلس الشام. جاوبه المفتي قال له طرابلس لبنان سيد اللواء. وطرابلس دفعت ثمن عروبتها بالأساس وانضربت من الأنظمة العربية، من النظام السوري تحديدا، ولجأ إلى أبو عمار ورجعوا ضربوه. يعني كل هذه المراحل، ثم مرحلة كانت سيئة جدا، المخابرات فيها، الأجهزة الأمنية كلها كانت ملغومة. بيعرف رامي أكثر مني لأنه عايش هوني، بس بعرف أنا من رفاق لنا بالحزب التقدمي، وخصوصا أبو راشد توفيق سلطان المناضل الدائم من الأساس. فطرابلس دفعت ثمن عروبتها ودفعت ثمن لبنانتها. طرابلس وقفت مع لبنان، وقفت مع لبنان ب 14 أذار، وقفت مع لبنان بثورة تشرين أيضا مرتين، يعني مع الحركة الوطنية اللبنانية اللي تمردت على الوصاية ووجود العسكري وعلى الفساد وكل ما كان يشوب النظام اللبناني. وبعدها مستهدف طرابلس، طرابلس مستهدف، وبالوقت نفسه يعني في شيء من الإهمال لها المزمن من قبل القادرين فيها. ليش؟ طبعا ليش دائما ضحية؟ هلا بنسأل أستاذ رامي. يمكن
كبير عليهم. أنا بتذكر مرة كتبت بالسبعينات عن طرابلس بالأوريون لجور بالفرنسي مقال عن كالكتة لبنان وكنت بعني فيها طرابلس، ورجعت عشتها لما صار التهجير بطرابلس، ورجعنا عمرنا بيوت ومراكز قريبة من جبل محسن وقريبة من مشروع الحريري ومشروع كذا، كله تخرب، كله استهدف وتخرب. يعني كل شيء بيرمز لجمال طرابلس. هلأ بنشوف عند وزير الثقافة شوية اهتمام بثقافة طرابلس، بتمنى عليه يكون اهتمام بالثقافة طرابلس العربية واللبنانية، مش نروح لمحل تاني. شو قصدك؟ ماشي، مش محل تالت. طب كنت عم معلش كنت عم تخبرنا انه ممنهج من حين خروج الجيش السوري من لبنان واستلام البديل، يمكن قبل كمان قبل كان للمشروع موجبات واسباب نحن مشينا فيها، اللي هو استمرار السلاح حتى انسحاب العدو الإسرائيلي. بس بعد الانسحاب بلشت تبين شو الغاية من زيادة التسليح من جهة، مع أنه مظبوط بقي قطعة من الأرض محتلة بس نقاط هون وهون، والمشكلة اللي هي مزارع شبعة. الغاية شو هي؟ الغاية التبرير لاستمرار السلاح، زيادته، والدخول في أي مشروع بتقرره إيران للمنطقة عبر لبنان. لكن في غاية لإسقاط الدولة في لبنان، مؤسسات الدولة في لبنان. أسقط دستورة، ضرب الطائف، أسقط اقتصادها، بلش بعد الانقلاب على سعد الحريري سنة 2010-11، صحيح، واللي كان له دور فيها الرئيس مئات، يعني ما ما نخفي عن ذلك. ما هو إجا رئيس وزارة معنا على كل الرئيس ميقاتي ساهم بإبعاد سعد الحريري. رئيس مئاتي عم بيعمل جهده هلأ. حكيني بالفترة الفائل بال 2010، هل هو ساهم في كل إبعاد كل ما كان سعد بدنا حدا بلا لون وبلا هذا كنا نجيب الرئيس مئاتي. بال 2005 بعد مقتل الرئيس الحريري واستقالة الرئيس عمر كرامي، كان الحل بالرئيس ميقاتي لإجراء الانتخابات. بس هيدي بتتفسر. وبس بعدين لما اللي ما بيتفسر هو الانقلاب المفاجئ على سعد الحريري، وكان غايته ضرب المحكمة الدولية و ضرب العلاقة بين الرئيس الحريري حلفائه العرب. يعني قصة طويلة عريضة أدت إلى تفكيك كل شيء هو دستوري وميثاقي بالبلد، واللي مبني أساساً على الميثاق الوطني ثم الدستور اللبناني ثم اتفاق الطائف. للأسف وصلنا للي نحن. للأسف. برأيك أستاذ رامي، دكتور رامي، هناك منهجية لإسقاط الدولة اللبنانية، وما هي الغاية؟ لماذا أريدت السلطة، ما بعرف مين هلا بيقلنا، البديل عن النظام السوري لإسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها؟ الشيء الممنهج ما بد قبل الحضور الوجود السوري، يعني كانت دائما الحروب إذا منشوفها في المناطق الشمالية كانت دائما تتركز على المناطق الاقتصادية ومراكز الطاقة والمصفيات والمرفأ والمناطق التجارية اللي هي في باب التباني، اللي دائما كانت تكون هي ساحة الحروب اللي فيها. دائما لما بتشل العصب الأساسي للحياة، هالشيء اللي هو بيأثر فعلا على مراحل بتكون كتير صعبة على المدن، وهالشيء كان يتكرر عبر المراحل، يعني عن وجود الفلسطيني وبعد الوجود السوري. فهيدا هالشيء اللي كمان عم يكون يشمل كل الأراضي اللبنانية، اللي هي تفريخ المؤسسات كلها. ما بعرف إذا هالشيء الممنهج هو بعدم الدراية من الضيق للسلطة السياسية بالاشتراك مع
ما بعرف، أنا ما منحب نظرية المؤامرة أكيد، ولكن نحن من الداخل عم نعمل على تفريغ كامل وشامل لكل المؤسسات يلي ما قضى عليه الحرب، يلي ما قضى عليه انفجار الكوارث اللي مرفق بيروت، يلي ما قضيت عليه السلطة الحالية، من تفريغ كل مؤسساتها بشكل غير طبيعي. تنتهي هلأ آخر شيء بالبلديات، يعني البلديات هي آخر معقل لحتى يكون في عنا إدارات محلية بما تيسر لحتى تمشي الحياة اليومية، وهذا عمل ممنهج فعلا. ما بعرف بأي اتجاه بدهم يشوفوه، مطلوب بهالمرحلة أنه يكون في عنا فعلا وعي إلى مرحلة وجودية خطرة جدا علينا جميعا كل أستاذ مروان. نعم. زيارة وزير رئيس الوزراء الفرنسي إلى لبنان، وزير الخارجية، وزير الخارجية عفوا، ماذا حمل؟ وهل حزب الله قبل برأيك بالورقة الفرنسية؟ حتى الآن من يعني المصادر اللي استقينا منها ردود الفعل، أو أنت نقول شو الفعل؟ الفعل هو أفكار تتطور بين زيارة وأخرى، وتنقحت لدى زيارة الرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى باريس، ونضاف عليها بعض النقاط اللي مفترض تخفف من حذر حزب الله في المقاربة، مقاربة الورقة الفرنسية. بس بيّن أنه بأساس كل هالشيء في إعادة تركيب ودعم مؤسسة أساسية بالبلد. بعدنا عم نحكي مع الأستاذ رامي، بعده عم نحكي أنه كله عم بيؤدي إلى ضرب المؤسسات، وحقاً وقال أنه بلشت بالمؤسسات الاقتصادية. يعني أنا بفكر بالشمال من خط الأنابيب إلى المصفاية إلى ميناء طرابلس إلى اللي عملوه بمعرض رشيد كرامي، إلى التخريب بالبلد، إلى فتح جبهات بين الطوائف والمذاهب. كل هذا منه مجاني. فهون هاي الورقة الفرنسية ورقة أفكار، أفكار تنقلت دولت كذا، وهني بالأول سموها نون بيبر، اللا ورقة، رجعوا سموها الورقة، رجعوا تراجع عنها سبوا خارطة الطريق. آخر كلام استعمله سيد سيجورني هو فايدروت طريق، حتى يضل يقدر الطريق فيها تتشعب رصيف ترضي تعطي كشك لهيدا محطة لفلان مثل طرقاتنا وتستراداتنا. حتى الآن هذه الخريطة لم تنل موافقة حزب الله الحكومة اللبنانية، لأنه ما في حكومة لبنانية إلى رأي مستقل، إلى آراء يمكن كل واحد منهم بفكر مثلنا، إن كان الرئيس مئاتي إن كان عبد الله أبو حسن. بدي مضطر روح على البريك، معلش بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. جديد في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيوفي النائب والوزير السابق مروان حميدي عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، والنائب السابق رامي فنج، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ مروان، قبل البريك كنا عم نحكي أن حزب الله وحكما الحكومة اللبنانية رفضت الورقة أو خريطة الطريق الفرنسية. هل هي بانتظار، يعني حزب الله والحكومة بطبيعة الحال بانتظار الدور الأمريكي أكثر، هيك إذا ما نحكي بالسياسة، في تنسيق فرنسي أمريكي أو شو؟ كل واحد عم يحكي ما فينا نقول في رفض قاطع. أوكي. في عدم استقبال الورقة بإيجابية لسببين. سبب أنه نحن مربوطين بمصير غزة، الحرب في غزة، أو على الأقل هذا هو قرار حزب الله حتى إشعار آخر. الجزء الثاني هو مضمون الورقة،
والأفكار المتداولة واللي عم تتبدل مرة ورا مرة، وهذا اللي دفع الفرنسيين إلى اقتراح أنه بنعمل مفاوضات غير مباشرة في باريس بين لبنان وإسرائيل غير مباشرة. هلا بدك تعرف مين لبنان ومين إسرائيل؟ هذا السؤال. إيه إسرائيل، ما عندك كمان بإسرائيل يمين متطرف وعندك بس في حكومة أقل، بس في حكومة. نحن في حكومة، حكومة، والحكومة أنا ما بشكك بأفكارها، بس بس بالتعبير عن أفكارها، بحرية التعبير عن أفكارها. بدها تنقله عبريز بالمفاوضات غير المباشرة، مش هي أفكارها الخاصة، يمكن بتجملها بتصيغها بصيغة دبلوماسية، ولكن بدها تنقل أفكار حزب الله. يعني الأمر بده يجي من إسرائيل لفرنسا لعبد الله أبو حبيب لنجيب مئاتي للرئيس بري لأحد وزرائه المولاجين البحث مع حزب الله، وعادة الوزير علي حسن خليل هو التواصل، وزير علي حسن خليل أو غيره، بس عادة. وبترجع القصة بعدين من الضاحية إلى السراي، تروح على باريس. هاي المفاوضات غير المباشرة ماشي جديد كتير، لأنه ما يجري حاليا هو مفاوضات غير مباشرة، عم بيروح ويجي الفرنسي، عم بيقول لك بلا ما روح ويجي تفضل ورا عندي عبريس. الشيء اللي بينقص بهالقصة أنه طيب المهم هون هي زيارة الرئيس بري. وأنا برأيي لما الوزير الفرنسي بيجي لهون أهم محطة هي عند الرئيس بري، من المحطة النهائية، لأنه القرار منه قله لوحده، بس هي محطة أساسية، لأنه حتى إذا راح عند الرئيس مئاتي بده يروح لعنده الرئيس مئاتي بده تروح له. رئيس بري بحكم ماذا؟ يعني بحكم أولاً رئيس مجلس، أكيد رئيس حركة أمل، شخصية مقبولة دولياً، بيحكوا معه ما بيحكوا مع غيره مصنفين هيدا إرهابي هيدا كذا هيدا هيك. رئيس بري لا، خارج هذا التصنيف، ينقل وجهة نظر حزب الله ويفاوض. ولا ويمكن هو يعني عندما يبحث مع حزب الله أكيد الرئيس بري بيعطي أفكاره، أنا ما عم بقول إنه ما بيعطي أفكاره، وبتصور إنه أفكاره بتكون إذا مش مختلفة على الأقل صيغتها أهدى، وبالتالي بيقدر ينقلها دبلوماسيا للغير. أستاذ رامي، يعني اليوم حزب الله هو الذي يتحدث باسم الحكومة اللبنانية، هناك ربط المسار الحرب في لبنان بمسار الحرب في غزة، قراءتك لي المسار الذي سلكه حزب الله منذ 8 أكتوبر حتى اليوم، وصولاً إلى عدم الفصل بين مساري الحرب. دائماً في عنا فصل المسارين السوري واللبناني، وهلأ الفلسطيني واللبناني، دائماً نحن ما نكون ملفاتنا مربوطة بالخارج. من 8 أكتوبر نحن كان وحدة الساحات هي اللي كانت عم تدير بوصلة الحرب من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي المحتلة. هلأ اللي بنشوفه اللي وصلنا له لليوم بالمبادرات اللي موجودة كلها، إن كانت المبادرة المصرية اللي حيدت تماماً نحن أي مباحثات لا الضفة الغربية ولا لبنان، يعني كانت مباحثات بحتة ليكون بإطار الوضع اللي موجود بغزة. المبادرة الفرنسية شالت هالجزء اللي موجود فيه وعملت إطار لبناني لحتى يكون المبادرة الأمريكية اللي هي عم تكون لإطار ترسيم الحدود والبحث أو غير البحث بمزارع شبعة. فعم تصير هالتجزئة، نحن لا نزال ربطين حالنا سياسيا وعسكريا بالوضع اللي بغزة، ولكن المحافل الدولية كلياتها عم تجزئة يمكن لتخفف من وطئتها أو تحيدنا بطريقة معينة، ولكن نحن مربوطين فعليا هلأ إن كان برئاسة الجمهورية أو بالوضع الأمني الحربي اللي موجودين فيها بالوضع بغزة، والبقايا عم يحيدونا بقى. البوصلة منها واضحة تماما. هل يستطيع الرئيس بري مع الوزير إقناع حزب الله بفصل المسارين؟ الأمور إذا بدنا نرجع تاريخياً تفادي، كان في مطالبة بلبنان بعد حرب 75، الحرب السنتين الأهلية، بعدين صارت حرب الآخرين على الأرض اللبنانية، صار في مطالبة بفصل أزمة لبنان عن أزمة الشرق الأوسط.
صار في محاولة تعريب الأزمة اللبنانية كحلول أفشلناها، صار في محاولة تدويل أفشلناها، صار في محاولة لبناني أنه على الأقل مشاركة بين بعضنا لاتخاذ قرار مشاركة عبر تسوية، بنضلنا نحكي تسوية وبدنا تسوية، ما حتى بالداخل مش ناس ما بدها تسوية مع الخارج، ما بدها تسوية بين بعضنا بالداخل، فأفشلنا حتى لبناني القرار، وصلنا كنا بفصل الأزمات صرنا بوحدة الساحات. شوف ملا مسار بثلاثين سنة بين لبنان المربوط باتفاقية هدنة المعترف فيه بالجامعة العربية أنه دولة مساندة ويستعمل إعلامه ماله وجوده الدولي مغترباته لخدمة القضية الفلسطينية. صار في وحدة الساحات، صار إحدى الساحات بل أهمها ما عدا الساحة الفلسطينية اللي هي الساحة المشروعة، هذه ثورة الشعب الفلسطيني بالضفة بكذا وربما بكرة بأراضي 48 هي ثورة مشروعة. نرجع للجزائر، الجزائر كيف تحررت؟ كمان كان في مليون مكان ما في دولة صهيونية قابعة على كذا، بس فرنسوية قاعدين مليون نص فرنسي، فبالآخر صارت ثورة بالداخل وحسمها جيش التحرير الجزائر فات من الخارج وكنس الداخل كمان، شال رؤساء الميليشيات وما كان يسمى الولايات. فنحن صرنا بأسفل أسفل أسفل جهنم جهنم، لأنه بوحدة الساحات صرنا نحن لا متحكمين بساحة، لو وحدة الساحات وساحتنا نحن متحكمين فينا، لا منا متحكمين منا متحكمين. حتى أنا برأيي الذي يعمل على الساحة اللبنانية منه قراره وحده، تسليحه مش وحده، تمويله مش وحده، فمنه وحده. ونحن ترجيناه بين 7 و8 تشرين الأول بين طوفان الأقصى وبين ردة الفعل وانضمام لبنان إلى الجبهات، ناشدنا وناشد وليد جنبلاط وبعت رسائل للحزب أنه ما تنجروا، ما قال لهم أنتوا ما تفوتوا، ما تنجروا لأنه العدو الإسرائيلي نحن منشغله يمكن من جبهة لبنان، بس هو رح يشغلنا ويشغل لبنان ويخربوا أكثر ما هو، يا بالصغيرة بالانقسامات يا بالكبيرة بالتدمير. ما حدا سمع كلمتنا، ما حدا سمع كلمتنا. واليوم بتلاحظ نحن عم ندعي كمان للهدوء للخروج من هالأزمة بعدم التورط أكبر أكثر، بعدم تكبير الحرب، لأنه كل ما خطونا خطوة إضافية بالتصعيد رح يدفع لبنان كله الثمن وأولهم أهل الجنوب المعتدين. نحن رايحين بهذا الاتجاه في حال لحد هلا. دكتور رامي فنج شارك بالجبهة جبهة المعارضة في معراب، شو أهمية هذه الجبهة وشو مستقبلها برأيك؟ الانطلاقة المشاركة أو غير المشاركة هي كانت من مبدأ أنه نحن بوضع مأزوم كلياتنا، إن كان المعارضة أو كانت الموالاة، فمن الواجب أنه يكون في عنا نحن هلأ بهالمرحلة وعي لحتى يكون في عنا الداخل اللبناني ما يكون في عنا نزاعات. وكان حضورنا بمعراب هو لنقول رأينا بشكل واضح عن المسار اللي موجود، تكون وكانت رسائل للمعارضة وللموالاة. يعني المعارضة اللي كانت تغيبت أو اللي ما كانت موجودة مفروض تكون تتاخد بمحل، يكون في مسؤولية للجميع بالتنازل عن كتير يمكن بعض الحسابات السياسية أو إذا بدي حطها بهالإطار. أنت حضرتك قلت إن رسالة موجهة إلى المعارضة كما إلى الموالاة. نعم. الرسالة إلى المعارضة، ليش برأيك كرامي فنج نائب سابق، لماذا برأيك بعض المعارضة لم تشارك؟ يمكن منهم مقدرين خطورة الوضع اللي نحن عم نمر فيه،
أنا هيدا برأيي. يمكن في البعض عندهم بعض المواقف السياسية السابقة، ولكن لازم نحن نتخطاها كلياتها قدام الوضع الأكثر من خطر، أكثر من خطر وجودي علينا. مشان هيك بدنا نتحمل المسؤولية كاملة ونروح ونقول لا، إن كان المعارضة أو الموالاة هيدا الرأي بكل وضوح، والمفروض نحن ما نحط حواجز بين بعضنا وما ننتظر من الخارج لحتى يجوا يعملوا لنا الجولات الماراثونية بين بعضنا ويرقلوا لنا آراءنا اللي بعدين ما نتوصل لحتى نحلها. وهذا كان الموقف الأساسي اللي نحن موجودين فيه. وفي محلات كان اللي عم نشوفه أنه لما عم يصير حتى مع الأخصام السياسيين اللي هن مبدئيا شركائنا بالوطن، لما عم يصير في نقاش جدي انا نقلت وهذا كان موقفنا. في نهار كان في يوم طويل في جامعة الحكمة بحث في موضوع القرار الأمم المتحدة 1701، فتوصل احد نواب الممانعة بين هلالين اذا بدي اقولها لا يصير في نقاش على مبدا جيش شعب وحدة وطنية. فهالإطار اللي ممكن نحن نسوي بوضع نحن الوحدة الوطنية هي المبدأ الأساسي للمقاومة، فلما بنكون نحن موحدين قادرين نحصن هالبلد المتصدع على كل المستويات في حالة الأزمة والخطر الوجودي للجميع. فهيدا كان المنطلق أنه الحضور اللي موجود إن كان في إطار المعارضة أو في إطار وطني، هيدا اللي هو الحد الأدنى اللي بنقدر ممكن نسوي لما في عندنا تصدع كامل في السياسة. مثل ما قال الدكتور رامي غير مقدرين لخطورة الوضع. 1701، الجيش في الجنوب، وضبط الحدود، هذه ثلاث عناوين أساسية في البيان يلي طلع من الجبهات المعارضة. لماذا اللقاء الديمقراطي لم يكن من أسس هذه الجبهة؟ نحن أول المشكلة ليست معراب، طول عمرنا بنطلع معراب نجتمع بالدكتور جعجع، وليست الدكتور جعجع وليست الأفكار. نحن بالألف سبعمية واحد رحنا أبعد، رحنا إلى الهدنة، الهدنة اللي مش وارد يكون في حدا غير خيال جيش على جانبي الحدود بفلسطين المحتلة وبلبنان، خيال كتيبتين وأنجأ ثلاث أربع مدافع. يعني نحن رايحين أبعد من ذلك، ونحن بالنتيجة كل ما نعبر فيه ببياناتنا نجي على سيرة 1701 وصولا للهدنة، نجي على الجيش ومنطالب بالجيش. ونحن كنا أول ميليشيا مع حركة أمل اللي صار عليها عدوان أساسي بفترة من فترات، ما بدي أذكره من حزب الله مين هجم عليهم، والقوات اللبنانية. نحن أول ناس حلينا ميليشيات سلمنا سلاحنا. فالمشكلة منا هون، ما يحز في نفسي أنه في أنه كل السياديين، وهو دي كل واحد منهم عنده قدر كبير من السيادة. نحن اتخذنا الانتخابات فادي أساس السيادة والإصلاح، هيدا كان العنوان تبع برنامجنا الانتخابي، واللي يعني حافظنا على مواقعنا بالجبل نتيجة هذا الشيء. اللي بحس بنفسي انه السياديين اليوم يتبارون وتنحرون على الأولوية وكذا، بدل ما يكون على في سبيل شو استعادة السيادة. كلنا بدنا استعادة السيادة، الإبقاء على ما تبقى من فتاة هذه السيادة، كلنا بدنا نتمسك أنه بيبقى شيء من الجيش، بيبقى شيء من قوى الأمن حتى نحافظ على الأقل صورة لبنان وبقاء لبنان. القرار في مكان آخر من جهة، في مكان آخر اللي لا يبالي لا فينا، لا اللي كانوا بمعراض ولا اللي برات معراض. تنحكي الأمور مثل ما هي، نحن عم نداري الأمور حفاظا على شيخ شيء مقدس. هي الشيء اللي إجا عسيرته أنه كيف بالحكمة كانوا بدهم يبدلوا ثلاثية الجيش والشعب المقاومة، جيش والشعب ووحدة وطنية. نحن حفاظا على الوحدة الوطنية المبنية أساسا بالنسبة لنا عن على مصالحة الجبل،
على مصالحة الجبل. لا بدنا نفتح جبهة مع القوى الموجودة بالجنوب، ولا بدنا نختلف مع من نشارك معهم الحياة اليومية بالجبل وبالجنوب أيضا. فالحقيقة أنا من الناس اللي طول عمري صوت ضد البيانات اللي كان فيها جيش شعب ومقاومة، طول عمري ممكن دفعت ثمنها شخصيا، ولا أزال بعتبر أنه المقاومة هي أولا مقاومة الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني. إذا ارتقى الجيش اللبناني يستعين باللبنانيين، بيجندهم، بيعملهم تجنيد إجباري، بيسلحهم، بيستوعب القوى اللي خارجة عنه، بيستوعبها. بس أنه لا تبقى القصة مطلق الحرية لفريق واحد يتصرف بالحرب والسلم، أنا بوقف عند كلام الرئيس مئاتي أنه أنا مني ماسك قرار حرب والسلم. طب حضرتك أرد بالسياق هلأ بالشكليات. فضل. نحن كنا من الداعين إلى أنه ياخد هذا الاجتماع شكل بعيد عن الجغرافيا والشخصانية. بعيد عن الجغرافيا والشخصانية. ايه. يعني ليس لا يرأسه سمير جعجع ولا يعقد في معراب. سمير جعجع أساسي، قوة أساسية، حزب أساسي، ومعراب معقل أساسي، كما هي المختارة، كما هي بكفية، كما هي طرابلس، كما نحن عنا حنان للبريستول، للكارلتون قبله، لهذه المجموعات اللي فيك تجيبها كلها بدون ما تحرك لعقد ولا حساسيات ولا نوع من أنا تقدمت على فلان وأنا تقدمت على فليتين. أنا يعني هالكلام بعرف السؤال بتوجه لي لأنه أنا كنت موجود بدفن الشهيد سليمان باسكال. إيه مش بس كنت موجود، رحت قبل بيوم صحيح. كمان لأنه عنده مرة وست أرملة، ملنا أرملة، ست بكل معنى الكلمة، قائدة هيدي. وكل مرة بنحضر، وهلأ رح نروح أهلا امبارح الأستاذ هادي أبو الحسن يمكن على محطة تانية، أنه نحن عنا محطة بمعراب مع مشروعنا بالنسبة للنزوح السوري. طيب أستاذ مروان، بالنقطة اللي حضرتك بعيد عن الجغرافيا والشخصنة، حضرتك عم تقول نحن حلمنا أنه نرجع إلى بريستول. إيه كلنا سوا. امبارح أسعد بشارة هون على هذا البلاتو نقل عن فارس سعيد، دكتور فارس سعيد، أنه عرض على رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بريستول 2، فرفض الزعيم وليد جنبلاط. شو تعليقك؟ رفض أنه يروح على بريستول. على بريستول 2 ما انطرحت بجدية من يعني فارس صديقي، وأنا بحضر كل تنين لما بقدر طلع عن فارس وبحضر هالجلسات الثمينة جدا واللي يعني بتعلم فيها منه ومن بعض اللي بيحضروا مثل محمد شمس الدين، مثل في ناس في أفكار بديعة بتنعرض تنين عن فارس. بس البريستول ما نعمل هيك، البريستول نعمل على دماتي وتكرس بدمات رفيق الحريري وعم بحكي الأمور مثل ما هي. صحيح. عملنا مؤتمر صحفي، انضمينا لمكان البطرك أعلنوا، المطارن أعلنوا، قنة شهوان وقفت فيه، رفيق الحريري صار يمرق لنا نايب ورا نايب. مش هيك بتصير القصة، مش هيك بتصير. فقبل ما نقول وليد جنبلاط قاطع وفلان قاطع وسامي جميل ما إجا فلان، لا، بالنتيجة كل الحريصين، قلت لك بحزب نفسي أنه كل من يتمسك بسيادة لبنان والعودة إلى السيادة بما فيها مناشدتنا لحزب الله دائما أنه يا أخي لكم حصة طويلة عريضة بالبلد، رجعوا خدوا هالحصة ومارسوها من ضمن المؤسسات، نحن وياكم. دكتور، هل المعارضة اللبنانية اليوم منقسمة إن كانت بالشكل أو بغير الشكل؟ بصراحة
بصراحة لحديت هلأ ما بعتقدها منقسمة، يمكن في عندها بعض ال... صرنا أكثر من معارضات. لا بالشكل، بالشكل بالشكل حتى مش بالشكل، بالشكليات، بالشكليات فعلا. لأنه هلأ إذا فينا نحط الرقم اللي هو 31 من النواب في البرلمان اللي عم يشتغلوا، إن كان باتجاه التجديد على انتخاب رئاسة الجمهورية أو في التشريع، لا يزالوا متماسكين مع بعضهم في بعض يمكن الشغلات، ولكن الأساسيات والأمور السيادية الأساسية ما في اختلاف فيها أبدا. طيب إنه what's next، يعني ماذا بعد لقاء مع راب حتى تعود كل المعارضة بناء على الطرح الذي طرحه الأستاذ مروان حمادي، بعيدا عن الجغرافيا وبعيدا عن الشخص؟ رئيس جمهورية وحكومة جامعة مثل ما تفضلوا. طيب بس ما في خلاف على هذا المبدأ. لا في ناس ما بدها، ما بدها رئيس. لا عم نحكي، عم نحكي كمعارضة أستاذ مروان. في بدنا ناس رئيس جمهورية حوله بتعمل كل الاجتماعات الحوار وأكثر من الحوار. في خلاف بين المعارضة على تسمية رئيس الجمهورية؟ لا. طيب اتفقت. عظيم، اتفقت. بس احنا كانوا متفقين لفترة كمعارضة. هل عم في مواجهة المشروع الآخر؟ عم نفتش على الشخص الثالث مش هيك؟ نعم. لأنه ما بدنا نفوت بمأزق لا ينتهي ويخدم من يريد المأزق. نحن عم نفتش. بس اليوم أستاذ مروان تظهر، معلش خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، كل الإعلام، يمكن في الإعلام المقابل بيضوي أكثر، هناك انقسام داخل المعارضة حتى على هذه البنود يلي كنا عم نحكيها وأدرجت في بيان معارضة. صحيح هذا الأمر أو شو؟ كل مين له مصلحة بأنه ما ترجع وحدة لبنان، ما نرجع ننتخب رئيس، ما نعمل حكومة واستشارات، يا ريت فينا نروح على انتخابات نيابية بهذا القانون. يعني أنت بتعرف شو القانون، ضحية هذا القانون، ضحية هذا القانون، ومن يراقب هذا القانون وتطبيقه؟ بتحكي ما المؤسسات إما يعني إما ملغومة وإما ملغية، هذا اللي صاير. بحب ضيف شغلي بالنسبة عن وحدة المعارضة. عن وحدة المعارضة، هالاجتماع اللي كان يمكن فيه بعض الاعتراضات على الجغرافيا وعلى على الأسماء، ولكن بعتقد زلل بعض العقبات داخل المعارضة، وكانت فيه مبادرات كتير جيدة للتقريب بين وجهات النظر بين شو هي؟ شو هي؟ شو صار؟ هيدا بعد أم قرب؟ لحتى لي يغير يمكن بالجغرافيا وبالأسماء ما يدلوا بعض. ما فهمت، يعني في اجتماع مقبل خارج معراب مثلا، خلينا نعرف شو عم بيصير. اللي شو عندك معطيات؟ المعطيات اللي هي توسيع دائرة المعارضة لحتى لي يكون يلي في عنده أي مشاكل مع داخل المعارضة يتوحدوا بقوة، وهذا اللي ماشيين فيه من الدقائق اللي تليت الاجتماع. أستاذ مروان، بناء يلي قاله أستاذ رامي، في كلام بينك بين أعضاء باللقاء الديمقراطي مع زملاء بالتكتل حتى يصير في على جبل. لا لا على طول. على هيدا الموضوع صار في عتب صح؟ رح نبلش هلأ بالطلعة مع عراب وبالروحة، وين بدي أقول لك أكثر من ميرنا الشلوحي، أكثر من الرئيس بري شي طبيعي نروح لعنده، بس عند كل الأطراف نسلم ورقتنا. بس بنطلع مع عراب نحن مرتاحين، مش انه والله طالعين عند خصم، طالعين عند حليف بالموضوع السيادي، ويمكن مقاربة استعادة هذه السيادة في عنا كل واحد طريقة، وهيك صار. لا. شو الخلاف بالمقاربة بين اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية؟ في شيء وحيد منيح، انه ما حدا عم بيطالب باللجوء الى القوه في فرض اي راي. عظيم. نحن ضد القوه ضد السلاح. أوكي. ولأننا ضد القوه ضد السلاح ما بنقبل بالنتيجه انه يفرض علينا بالقوه. عظيم. والسلاح اي راي. اوكي. هلا بقيه الاراء بنبحثها مع الكل، خصوصا شو هي الخلافات؟ قلت لي في خلاف بالمقاربه. الخلاف انه كان لازم الكل يجتمع في مكان بيجمع
بيصير ويصير في نقاش فيه ويتحضر أكثر. يعني لا التحضير كان كافي أنا برأيي. يعني أنا كنت من الأشخاص اللي يمكن طلعت مثل الرامي بشكل طبيعي. أنا بطلع أي شيء بتعلق بال 1701 بسيادة لبنان بتلاقيني موجود، بتلاقيني موجود، بس ما بدي عمق أي خلاف في مكان. لازم نخلي الباب لوحدة مش المعارضة، وحدة الوطنية في لبنان في مواجهة ما يحاك ضد المؤسسات، ضد الدستور، ضد الطائف. لازم نرجع، هيدي فارس عنده حق بشغلة أساسية، الطائف ما نترك الطائف. رجعوا قروا عمهن يا عمي الطائف لا بيقبل بالشيخ. ليش اعتبر هذا اللقاء أنه هو ضد الطائف؟ لا ما أنه ضد الطائف هذا اللقاء، لا لا، الممارسات كلها عم بتصير ضد الطائف، اللي بالسلطة واللي بالمعارضة واللي أخذين البلد للحرب. ثلاثتهم اليوم منهم متمسكين مثل ما لازم بالطائف. تعتبر أستاذ رامي لم يحضر كفاية هذا اللقاء، لم ينسق كفاية مع الأطراف الأخرى؟ كان لازم نعم، كان لازم ياخذ وقت أكثر، ينضج شوي أكثر، يمكن بعد شوي صغيرة بالتاريخ لحتى اللي يصير في تواصل مع اللي موجودين بالمعارضة. أكيد يعني الفكرة اللي عم يحكيها مع علي، أنا بعتقد نحن بحاجة اليوم ليكون في انطلاقة مثل ما صارت مصالحة الجبل لحتى اللي نقدر دلنا واقفين على إجرينا بالبلد. عظيم. في بيان لرئيس الحزب السابق وليد جملاط يتحدث عن أساسيتين، التسوية والوسطية. أداها بتقربكن أو بتبعدكن عن هي؟ يعني فينا نسميها الوسطية حتى التسوية، يعني ما نلجأ لأي أسلوب غير أسلوب الإقناع والبحث ويعني إحاطة الأمور بالشكل السلمي. هيك طيب. وصلنا لمصالحة الجبل. كافة أطياف المعارضة صرت حكي أنا مع الكل، إن كان على الهواء أو برة الهواء، الجميع يجمع على عدم اللجوء إلى القوة مثل ما حضرتك قلت، لكن عن أي تسوية؟ تسوية التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري من خلال الحوار يرأسه. يعني أنا بعتبر قصة الرئاسة من جهة تفصيل ومن جهة أساس. تفضل. تفصيل بمعنى أنه الوصول إلها وصول لازم يكون طبيعي. حوار قعدنا حكينا مع بعض وكذا، وهذا بالآخر بدنا ننتخب، ما حدا بده يفرض على التاني رئيس. هلأ هذا الرئيس إذا ما كان في قبول فيه إلى حد ما من كل الأطراف، بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، لا بيخلوك تعمل حكومة ولا تقدر تنشر جيش ولا تفاوض بال 1701. ما نحن بوضع بدك تجرب تقنع الناس تجي لعدك، مش تلفظها. ما فيك تلفظها، ما فيك تروح لا على الهيمنة تبع الحزب ولا على فيدرالية وتقسيم من الجانب الآخر. شو بعمل بطرابلس أنا؟ وين بترك تشوفوا علي؟ بروحوا مع سبيل. هيدا خلافكم مع القوات؟ لا منه خلاف. لا منه خلاف. ما بتطرح بتطرح لا منه خلاف. لا 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 منه خلاف. أوكي. بس عم بفوت على هالساحة أصوات عديدة وهي عم بتجرنا مثل ما في بالجانب الآخر. إحنا ما عنا خلاف. نبيه بري بيقول لك نرجع للطائف، بس نبيه ما بيقدر يطلع من موضوع المقاومة. محرج؟ مقتنع أو محرج ما بعرف. أنا برأيي مقتنع إلى حد بعيد. طب عدم انتخاب رئيس بحسب ما بدي أحكي أستاذ مروان، عدم انتخاب رئيس بحسب الدستور ألا يعتبر خرقا لاتفاق الطائف؟ إذا ما نحكي كطائف مش كدستور فقط. الطائف بيدعي للتعاون بالفصل بين السلطات والتعاون بين السلطات، فالطائف هو مقاربة سلمية طلعت بفكر رفيق الحريري ورفاقه. بعد عندي دقيقة ونص بس.
وتأيدت سعوديا وسوريا وأمريكيا وفرنسيا لأنه كانت المقاربة الصحيحة للبنان. بدنا نرجع كلنا لهذه المقاربة. هيدي اللي بسميها وليد جملاط تسوية. الطائف هو تسوية، المصالحة هي تسوية، هي أعمق من تسوية. المصالحة هي العودة للوضع الطبيعي للجبل، لجبل لبنان. هل هناك خرق لاتفاق الطائف دكتور رامي فنج من خلال عدم انتخاب رئيس بالشكل الصحيح؟ الطائف هو دائما كان مجتزأ. لما نرجع نحن لكل القوانين اللي كانت موجودة وعدلت بالطائف لحتى اللي تكون بإطار السيادي، أنا ما بتصور هلأ إلا يعني مباشرة كخرق للطائف في خرق لكل الدستور. بس نحن عم نحكي بالأساس رئيس الجمهورية، حتى اليوم لم ننتخب رئيس الجمهورية. كيف بتوصفه بكلمة واحدة؟ خرق للدستور أو خرق لشو؟ ما هلا فينا نقول إيه خرق للدستور، لأنه كل القوانين حتى انتهاء بالانتخابات البلدية لما لم تطبق المادة 34 و36 بالنصاب وبالتصويت وبمتابعة المناقشات، هيدي أبسط شيء. فإذا ننتقل من هالنقطة لانتخاب رئيس الجمهورية، خرق للدستور إن كان الطائف أو لا غير الطائف. أنا بدي أشكرك النائب السابق رامي فنج، بدي أشكرك. إيران ما بدها رئيس، وإسرائيل مزعزعة أنه اللبنانيين مقصومين وفي أضربهم بشكل أسهل. هيدي يعني عم علقنا بين شقوفين، من هون عم نقول الوسطية والتسوية، مش بين إسرائيل وإيران، بين لبناني ولبناني. واضحة. كمان الرئيس نبي بر عم يشتغل بالأجندة الإيرانية. شكرا لكم النائب السابق، النائب والوزير السابق مروان حمادي، اهلا وسهلا فيك معالي الوزير عضو كتله اللقاء الديمقراطي، والنائب السابق رامي فنج اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا انتهت الحلقه، تابعونا بحلقات لاحقه، الى اللقاء.